السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لكم جميعا إخواني وأخواتي كنتمنى يا ربي تكونوا بأحسن الأحوال كما العادة مهم أول حاجة اليوم فاتح شعبان الله يتقبل منا الصيام كاملين يا نتمنى إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والسلامة كما قلت اضطريت اليوم ندير هذا الفيديو من الشاشة ديال التليفون باش نوضح هذه المسألة ولا هاد الأمر ديال العاملات اللي كيخدموا في المنازل رغم أنني هدرت عليهم في واحد اللايف يعني كاين الناس بزاف باقيين كيسولوني هذا السؤال هذا واش غادي يكون عندهم شي حاجه واش هذا الى اخره انا هضرت على هذه المساله هذه ولكن ما فيها باس غادي نعاود نطرق واخا شويه راه ماشي ديال الصوت الله غالب هذا الشيء اللي كاين المهم عذروني المهم كما قلت لكم هاد السيدات هادو غادي ان شاء الله يولي عندهم البار ولا غيتخلصوا طيلات هاد المده هادي ديال ديال دي الحجر الصحي كما كتلاحظوا معايا لا سيمبليس ديو غارتين دران ديريتو انا غادي نترجم لكم باش تشوفوا هادشي كامل

حاجه اخرى حاجه اخرى اللي بغيت ناكد عليها ولا اللي بغيت نجاوب عليها باش اي واحد دخل هذا الفيديو يعرفها اسمح لا ما كانش يهمه الامر هو الناس اللي كيكتبوا بزاف ديال السيدات كتبوا لي كتقول لي ودي ما عندي حتى حاجه وعندي الوليدات ما راجلي ما خدامش خد ولا الراجل ديالي حصل في المغرب الى اخره انا يعني جاوبت على هاد الناس هادو ولكن الحاجه اللي ننصحكم بها اخواتاتي هي راه ما خيار عندكم اما تشوفوا كاريتاس ولا المساعده الاجتماعيه ديال المنطقه اللي كتعيشوا فيها هما اللي قدروا يفكوا لكم المشكل وراهم غيتعاونوا معكم 100% يعني التليفونات راه محطوطين ديال الجميع الكومونيداس او ديال المتجمعات اللي كاين كاع في اسبانيا والمنطقه اللي كنعيشوا فيها مثلا لا اللي تابع لنا ملي كنجبدوا شهادات السكنه المساعده الاجتماعيه راه كتكون في هذيك الايونطامينتو كتكون غالبا في شي بيرو تما لتحت ولا الفوق ولا في الجنب وغادي المهم غير في جوجل غتقلب على التليفون مثلا ديال العماله ولا ديال البلديه كذا كذا راه غيخرج لك التليفون يعني وعيطوا تما ان شاء الله غادي يديروا معكم الحل صافي ونتمنوا خير ان شاء الله بالتوفيق للجميع المهم كما كتلاحظوا معايا سيكون للعمال المنزليين الحق في البطاله نزيدو نهبطو كما كتلاحظوا ستوافق الحكومه في مجلس الوزراء المقبل على اعانه بطاله لهذه المجموعه والتي رغم أنها تساهم في الضمان الاجتماعي ليس لها الحق في الإعانة هذا هو اللي قلت يعني وخا كيساهموا يعني في الاشتراك ديال الضمان الاجتماعي إلا توقفوا من الخدمة هذه الفئات هذو للأسف الشديد ما كيستافدوش من الشوماج أنتم كتلاحظوا معايا أه تعد الحكومة إعانة بطالة استثنائية لعاملات المنازل الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة الفيروس سيتم الموافقه على هذا الاجراء في مجلس الوزراء الاستثنائي يوم الجمعه او على الاكثر في المجلس العادي الثلاثاء المقبل بمعنى اما غدا ان شاء الله الجمعه ولا في اغلب الحالات يعني الثلاث الجاي في المجلس ديال الوزراء غادي يصادقوا ان شاء الله على هذا القرار هذا باش يولي ساري المفعول هاد, هاد السيدات هادو كما قلت يعني بداو يتخلصوا لانهم كيعانيو رغم انهم كانوا خدامين وكانوا كيساهموا في الضمان الاجتماعي نزيد نهبطو هذه المجموعة هي الحلقة الأضعف في سوق العمل هذا هو لأنها المساهم الوحيد في الضمان الاجتماعي الذي ليس لديه الحق في البطالة ولا لديه الحق يعني في الإعانة ديال البطالة هذا هو كاين واخا كيساهموا ما عندهم شي حاجة عاملات المنازل 96% من النساء يعني تبارك الله عدد هائل ديال النساء أكثر من 400 ألف أكثر من 400 ألف يعني امرأة اللي كتساهم في الضمان الاجتماعي آه هاد الارقام هادو كان دارهم اعطتهم النقابات النقابات ديال الخدمه هما اللي عطاو هاد الارقام هادو آه قادوا عده ايام في المطالبه بهذا الدعم من الحكومه يعني النقابات ديال الخدمه هما اللي ضغطوا على آه هما اللي ضغطوا يعني على, على الحكومه باش تاخذ هذا الاجراء هذا لان هاد السيدات هادو متضرات بزاف هذا هو اللي كاين آه لا ترازان سكري نزيد نهبط معكم لتحت الذي وقف وافقت اخيرا على هذا الطلب يعني يعني من كثرة الضغوطات على هذه الحكومة هذه ما بقاش عندها خيار أخر إلا إلا تستجب لهذه الطلبات لأن فعلا السيدات كيعانيو يعني بزاف ديال النساء كيعانيو كي من هذا المشكل هذا هو اللي كاين نهبطو لتحت إن شاء الله ونساليو هذا الفيديو هذا اعترفت نادية كالبينو نادية كالبينو كتعرفوا هي النائبة ديال الرئيس ديال بيدرو سانشيز في دي الشؤون ديال الاقتصاد يوم الثلاثاء بأنها تدرس بالفعل كيفية منح الفئات الأكثر ضعفا يعني دراسة دابا إمكانية الحصول على إعانة البطالة في إشارة إلى عاملة المنازل الآن ستوفر الحكومة تغطية يعني غير واحد التغطية لعاملة المنازل الذين توقفوا عن تقديم الخدمات كليا أو جزئيا بسبب الجائحة بمعنى هاد السيدات هادو اللي غيستافدوا من هاد من الدعم هذا إما تكون وقفتي من الخدمة مرة واحدة ولا وقفتي يعني جزئيا يقولوا لك مثلا صافي انتهت الخدمة ديالك عندنا ما عمرك غدا تجي تخدمي عندنا صافي سالينا الله يعاونك ولا تكوني يعني وقفتي قالوا لك بحالتك حتى تسالي هاد الازمه هذه الفيروس ربما نتعادى وربما شي حاجه وديك الساعه غادي تولي يعني هادو كاع غادي هذا هو اللي وتشير الحكومه الى انه من المتوقع ان تكون الاعانه قابله للتجديد طوال هذه الحاله يعني هنايا من المتوقع يعني مثلا الى قدر الله هذا اللي ما بغيناش حنايا وهاد الحاله ديال الطوارئ يعني زادت القدام يعني واخا كتوفى ما عرفنا حنا حاليا مازال ما عرفناش شحال غيديروا فيها ديال المده واش يديروا فيها 15 يوم واش 20 يوم واش شهر مازال ما عرفناش بالضبط شحال غيديروا ديال المده واخا هذا هو اللي كاين اي حتى يتم اعاده تاسيس علاقات العمل بمعنى حتى ترجع تخدمي هاد الناس اللي كنتي خدامه عندهم بالاضافه الى ذلك هذه اللي عجبتني انا مزيان عجبتني بزاف القضيه بالاضافه الى ذلك على الرغم من انه سيتم الموافقه على اجراء يوم الجمعه او الثلاثاء المقبل لاحظوا معايا هذه اللي مزيانه اشنو اللي بغا هنايا ما يقولوا لنا مثلا وخنكون انا مثلا انت وقفتي اه نهار 14 ولا 15 ولا نهار اللي دخلنا للحجر الصحي مولات الخدمه اللي كنتي خدامه عندها مولات الدار تكسيري بحالك غادي تخلصي من هذاك النهار ماشي من غدا مثلا النهار اللي وافقوا فيه على هذا القانون ولا نهار الثلاث الماجي ان شاء الله اللي وافقوا فيه على هذا القانون كما قلت اما غدا ولا نهار الثلاث وانما غادي تخلصوا من النهار اللي وقفتوا فيه واخا هذه القضيه هذه عجبتني انايا يعني نطلبوا ان شاء الله خير انتم كتلاحظوا الا انه سيكون باثر بت... بت... رجعي كما قلت لذلك ستكون الفائده من اليوم الذي رات فيه الموظفه انتهاء عقدها طالما انه حدث خلال حالات الانذار كما قلت يعني وخل قانون الدار غدا ولا بعد بعدو يعني غتخلصوا من نهار اللي توقف لكم العمل العقد ديال العمل ديالكم ولا يعني توقفتوا من الخدمه هذا هو اللي كاين المبلغ الفلوس اللي غادي تشدو المبلغ الذي سيحصل عليه العاملون في الخدمه المنزليه سيكون 70% من القاعده التنظيميه بمعنى شنو اللي بغا يقولوا لينا 70% نعطيكم واحد المثال واخا شويه كومبليكاو في الشرح ولكن انا غادي نسهل معكم باش تفهموا الى لاحظتوا في النومينه ديالنا اللي كنشدوا من عند المشغل ديالنا يعني الجميع ماشي هنا فقط الناس اللي هما خدامين عند الناس في المنازل النومينه من اللي كنشدوها كيجيبوها لنا كنصيبوا فيها مثلا التوتال كنصيبوا فيها مثلا 1600 ولا 1500 وحنا كنديو للجيب ديالنا 900 ولا 800 واخا ملي كيهضروا لنا على 70% يعني 70% من الاجمالي من ديك 1700 يعني 70% منها ماشي 70 من فئه 70% من من 900 اللي كنديو حنا للدار واخا انتم ضربوا حسابكم وغتفهموا الامر كيفاش داير هذا هو اللي كاين مثل جميع الذين سيحصلون على اعانات البطاله يعني العمال المتضررين بالار تي الشرط الوحيد الذي يجب الوفاء به هو انه يعني توقفنا هذا هو الشرط الوحيد اللي طالبين منا خاصك تبرهن ان يعني العمل ديالك توقفتي منو وهذا هو اللي كاين يجب اثبات ان علاقه العمل قد تم انهاؤها كليا او جزئيا كما قلت خاصك تبرهن لهذه الحكومه بانك توقفتي من العمل عندك شي ورقه يعطيوها لك الخد... الدار اللي عندها بانك توقف قالت لك ودي سير بحال اختي مره واحده ما تجي عندي ولا قالت لك سيري كما قلت في البدايه ديال الفيديو يعني تتسالي هذه الجائحه وعاودي رجعي هذا هو اللي كاين ويتوخى التدابير إكمال العمل كليا أو جزئيا لأن الحكومة تدرك أن خدام المنازل يمكنهم أداء وظائف مختلفة ولم يتم إخمادهم يعني جميعا هذه آه هاد السياسة يعني المماثلة كما تشوفوا يعني البوديموس وبيسوي هما اللي داروا هاد المسائل يعني باش الناس هادشي تكلمنا عليه كنتمنى نكون وضحت هذه السؤالات لأن عندي سؤالات كثيرة عذروني على الصوت هذا هو اللي كاين نتمنى نكون فدتكم وما عليكم الا الصبر ان شاء الله وكما قلت راه ربي غادي يدير خير كما قلت في اللايف اللي فات يعني غدا الجمعه ان شاء الله ولا الثلاث غادي يكون مصادقه على هذا القانون هذا وغادي ان شاء الله يتخصص لهم هاد هذ الفئات هادو أه واحد البركه ديال الفلوس باش يقدوا يعيشوا هاد الايامات ديال الازمه هذا هو اللي كاين أه الاخوات كما قلت لي كيما تسولوني كيقولوا كي لي ما عندنا حتى حاجه ما عندنا لا مساعدات ما عنديش الراجل ما خدامش الى اخره وعندي الوليدات راه الحل الوحيد كما قلت لكم اخواتاتي هو تمشيو عند المساعدة الاجتماعية تعيطوا في التليفون رغم أنا عارف ما كنقدروش تمشيو دابا ولكن راهم كاين أرقام ولا اضطريت إن شاء الله غادي نحط لكم آه نقلب على الأرقام كاملين ديال ديال إسبانيا ديال المتجمعات ولا ديال أوتونوماس ونحطهم لكم إن شاء الله باش كل شيء يستافد هذا هو اللي كاين يلا تحياتي لكم كاملين تهلاو ليا في كما العادة حتى نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الماجي والسلام عليكم